صباح الخير. حوار من كل الميلات ولكن، ويلي خسروا البلد بالجملة عم نسترده بالمفرق بين الأصفر والأزرق. حوار سلحفات والتراشق على المنابر أسرع من فرس أصيل، وبين الرابي ومعراب أعلان نوايا ولكل امرئ على نوى. أما بالوقت المستقطع المصافحة واللقاء أو الخصومة وتسجيل النقاط ما بغيروا بالمشهد العام، فالكل ملتزم بالتكتيك والمراوغة وتمرير الطابة دون تسجيل أهداف. سحب الاحتقان من الشارع إبرة مخدرة بانتظار آخر العلاج وهو الكي. بينما اللبنانيين عم بيتحضروا لاستقبال عيد الفطر المبارك بما تيسر من الأمال والأموال، مدينة صيدا عادت والتقطت أنفاسها بالشهر الكريم. ومع اقتراب العيد سجلت المدينة حركة ملحوظة بالتسوق، فاللبناني يلي مل من الضغوطات السياسية والمشاكل اليومية بحاجة إلى فسحة أمل. تقرير من صيدا من تبع سوا. منزل على السوق تعب وهلك، بس اخر شيء بيرتاح الواحد ودفع. يعني السوق بجنن، اللي بقول لك ما عم بشتغل هذا بنق كثير. صرنا 8 سنين بننزل على السوق، اول سنه بتكون حلوه فيها دعسه، بنبيع ذره، العرموس ب 1000 والصحن ب 1005، خلي الفقير ياكل بهالبلد. هون بياع ترمس وهناك بياع فول، غزل البنات، بونبون العيد، واللي بده فنجان قهوه عربيه ليروق اعصابه بعد ساعات طويله من التسوق والدفع. فالتحضير لعيد الفطر السعيد استطاع انه يكسر جمود الحركه وينشط الاسواق اللي بدات ومنذ نصف رمضان انها تستقبل الناس بمدينه صيدا ليلا للتحضير للعيد. ولا مره امي وعدتني حتى اتسحق اتسحق، كل مره بيمر رمضان وبتقل صغير يا صغير، انا حابب شوفك يا مسحر، طب العقولك يا مسحر، انا حابب شوفك يا مسحر. شايف العالم عم تشتري عم تظهر عم بيبقوا لأي ساعة، يعني لوجه الصبح عم بيبقى السوق فاتح. ايه في سولد، يعني شيء معقول احسن من كل مرة. نحن سيلات على طول بصيدا، صيدا مشهورة بالرخص، بيجونا من بيروت من الجنوب من الاقليم. عندي خمسة يعني، وكل ولا بده بشي 100 دولار 150 دولار، شو بدنا نعمل؟ ولا شيء، نحن هي بالبيجامة هي. خلط للولاد بنرجع لأنه إذا فضل مصاري. نو ماني. جبت لبنت بنتي ثياب صغار. ايه والله، وهسه بدي اجيب لبنت بنتي الثانيه. جبت بنطلون وبنتكار وكنزي وقميص وبوت. الحمد لله هي مصوره، ما العالم شويه مصاري عم تحطها. مبدئيا كل شيء نفضنا. اشتريت قميص وبنطلون، تقبري قلبي الهي، حرام ما في شيء يعني كثير غالي، على هوا ما يكون الواحد في ثقيل وفي خفيف. يقبرني ربه ورب البحر ورب لبنان كله، ما اني انا سوريه. انا يا ما عيرت الساعه ونيرت حدي في حدي، ويقرب مني على غفله يا غلا جدي يا جدي. يلا وعيني يا مسحر، صمت بناديني يا مسحر، يلا وعيني يا مسحر، صمت بناديني يا مسحر، علمني اضرب عطل المشهد بسوق مدينة صيدا إيجابي، فمن ساحة النجمة إلى داخل السوق بجميع شوارعه زحمة سير وعجقة ناس عم تتسابق للاستفادة من العروضات لاستقبال العيد بملابس جديدة. ولكن رغم الحركة الجيدة بيبقى لبعض التجار نظرة خاصة. عالم بتروح بتكسر وبتجي، شال مفكر كله دولة عم بيشتروا، عم بتفرجوا على بعض، بس بيع الشراء طلع المحلات كلها فاضية. بكزدروا هي بيتمشوا، وما بتلاقي حدا حامل كيس بايده، يعني انه كزدروا. ما عم حضر عادي، عم كزر، بس عم كزر. عاملين سولدات وبالمره يعني، بس ما في باع. انا صار لي 40 سنه هون بالشارع، كله غريب وكله هي وهي وهي، ما في اشغال.
نزل بس هيك بس صورة. اللي بقول لك ما في أشغال بكون كذاب، ليك صيدة ما أحلاها، حاجة أقوله ما في شغل وما في إشي غربية، كل العالم ما شو فيها؟ من جنوب عم يجوا، من بيروت عم يجوا، من الشمال عم يجوا. ليش أثناء؟ كله الحمد لله تمام. أشغال هي زي ما أنت شايف العالم رايحة جاية وعم تشتري ومبسوطة العالم. الله يرجع السلام للبلد إن شاء الله ورجع لأهلية إن شاء الله الخير كلياته إن شاء الله يا رب. منتابع حلقتنا جبال يلي اختيرت عاصمة للسياحة للعام 2016 من قبل المنظمة العربية للسياحة. افتتحت مهرجانات الدولية لهالسنة وبرنامجها رح يجمع عدد كبير من النجوم العالميين. حفل الافتتاح كان مع المغني العالمي جون ليجند وأجواءه بهالتقرير. Why are you kidding me? Because it's fantastic. And it's his first time here in Lebanon. That's great. 9 Grammys. Come on. Come. All of me loves all of you. مين ما بيعرفها؟ بعتمة الأوضاع يلي عم بعيشها لبنان، أضاء اللبنانيين والسواح الأجانب شمعة أمل جديدة على درب المدينة السياحية الأولى جبيل. بكل بهاء طلت مدينة جبيل لتفتتح ليلتها الأولى من المهرجانات الدولية السنوية، فأعلنت الموسيقى حضورها بعيد عن كل شيء. حب كتير المهرجانات بجبيل لأنه مرتب وبيان أورغانيزي والحلو. من أمريكا سان فرانسيسكو، حلو كتير، مشينا بالشوارع تعشينا كتير حلو. أنا عجقة ساعتين اليوم لو وصلنا، بتعقد هول أساس على حاطينهم على يا على ستونز كثير حلوين. انا جاي مع ابني اكيد بدها تكون فانتاستيك اكيد. بصراحه مبسوطين بكل شيء بجبال لانه عن جد اتس هول ديفرنت اريا، يعني بتحسي انك مش بلبنان. اول مره لإلي بجي على جبال، معودين على other festivals بلبنان بس بيبلس is the first time. So far it's very beautiful. You can tell there's a lot of culture and the people make it, it energizes it. It's very nice. Oh, I think it's fantastic. It's going to be fantastic. He's a great, great singer. كل سنة بيجي على مهرجانات جبال، لا وبعد جايين مرة ثانية مش بس هالمرة. ايه كثير حلو الجو وكثير حلو شو عاملين برا وكثير مبسوطين. وكثير متحمسة ومبسوطة. اللي انتخبت لتكون عاصمة السياحة العربية لسنة 2016 عكست الصورة الحضارية للبنان وعكست على قلعتها إضاءة بتقنية 3D، قصة مختصرة عن جبيل صممتها مهندسة إسبانية الأصل لتكون أولى خطوات افتتاح المهرجان. يعني مثل ما عم تشوفوا المهرجانات عم تتطور من سنة على سنة والناس بلبنان وبرات لبنان صارت عم تنطرها وتقصدها خصوصاً. Very, very fascinating. Biblos is really, I really appreciate the history. نحو 4000 شخص حضروا إلى المدينة الفنائية ليشاركوا جبال ليلتها الأولى من المهرجانات، فأطل الفنان جون ليجند على وقع أغنية Made to Love وأكمل الليلة لمدة ساعتين تقريبا بمجموعة من أغاني القديمة والجديدة وعزف على البيانو مع فرقته الموسيقية. غنانية حلوة وأنا بحب اللي بيغنيه وطريقة الغناني تبعه،
وبحب طبعا غنية محددة له اللي هي All of Me اللي هي أكترية الناس بتحبها. بقى جاي أنا ومرتي نحضرها. Because نحنا we're all born in the U.S. and we support him and we love him and he's our leader of love. نحنا جايين من حملايا المتن وجايين نحضر جون ليجند. إذا الافتتاحية هيك يعني أكيد بعد بصير أحلى وأحلى. أخدين كروت السيتد نحنا يعني مش واقفين. أحلى يعني. Yes, of course. I'm a big fan of John Legend, so I'm really excited to see what he has planned for us tonight. Jbeil, I love it. It's nice that it's actually in Jbeil. The atmosphere is very nice. The weather is nice. The crowd is also really nice. So we're excited. جاي أحضر John Legend because he is John Legend. لأنه الموجودين بالفستيفال يعني الجايبينهم إنه they encourage you. We're looking forward. يعني يكون great night. هي السبب. هي اللي نقت حتى عملت له لوحة لأنه صوته حلو وأغانيه تبعيته حلوة عملوا شغل كتير منيح إنه قدروا يجيبوه على لبنان. So basically أنا من أمريكا حجزت وأم يعني very excited to come أنا وماريان كمان. سواح وزوار بعاصمة أشهر من أن تعرف روما، إنما اليوم رح نتعرف على روما بوجه آخر، روما خطرة وخالية من السواح. تقرير. هنغاريا أصبحت على قائمة البلدان الأنشط سياحياً، لكن اللي معظم السواح ما بيعرفوه هو منطقة روما بهنغاريا. لقبها هارلم هنغاريا وفيها نسيج اجتماعي متشابك من هنغاريين إلى عرب وأوروبيين وأفارقة، كلهم بيعيشوا بتناغم بين بعض. البعض بيقول هالمنطقة خطرة، لكن أبناء المنطقة عم يبرهنوا العكس، وببساطة عم يدعو السواح لزيارتهم وعم يحضروا لهم جولة سياحية هنغارية 100%، من زيارات لمتاحف إلى لقاءات فنية مع فنانين وعازفين. روما الهنغارية سياحية وخالية من الخطر والفساد. اسأل مجرب وما تسأل خبير. كلمة اليوم بتعرفنا دايما على شخص جديد وكلمة جديدة منشوفها. أنا بتذكر القديم كليته إلا جديد هلا بنساه. أنا وانت صغير وبأركب على البسكلة، على البسكلة حيك بإجري يعني بروح اشتغل بالناعورة. وين الناعورة؟ على البحر هناك. يقوم صبح كرومة بمهمدو هيدي الأرض اللي فوق الناعورة اللي طلع وقف فيها سيارات، خد على سيارة ليرة يا بالليرات يعني. قم تلت الدنيا كلها سيارات فوق، صرت عدن عمرتين ثلاثة يطلعوا معي 100 سيارة. قمت أنا حطيت في جيبي 100 ورقة وهدول خبيتهم على البحر لأنه هن يعطوني أكثر من ليرات. ونزلت قعد واحد اسمه خلدون نجم برؤيل، قال له عد لي المصريات. عدن قال له والله مثل ما قال لك الشقرة. قال له اطلع عدل السيارات تاني مرة. فضل واحد يحكي مثل ما قلت له صح. مرة كنا على سياسة البرج ببيروت، جاو اخذوني عن الطيلة انا عم اتغدى. لك ما عملت شي هيك اخذوني عن الطيلة. انا بقول لك
لانه هناك على تحت البرج رح اوضح لك اياها، هناك عم كله سوق ما بيسوى. رفيقي كان بطل مي، قلت له اللي عم تعمينه قول له اني انا رجع، ما تخلي روحي قابل عليها، ما عم يلقطوا بيا الشباب على تحت البرج، حصل كل واحد يقرصه كف اثنين وريح بجيبس، قال له شو بتشتغل ما بتشتغل؟ قال له شو بتشتغل انت؟ قال له الولد ينشأ على مكان ولده، انا بيي كان يشتغل بالليمون وبالزيتون، قال لي اه انا بدي ظبط الزينة عندي على البحر. قلت له ايه انا هلا ماني فاضي لك، بعد 10 ايام برجع لعندك. والله رجعت لعنده لقيته قاعد ومرته مريض. قلت له لك يا عم امتى مرضت؟ ما انا غبت عنك مثل ما قلت لك 10 ايام. قال لي والله ايش بدي اعمل هلا، انا وصف للحكيم وكل نتفه وطلعنا من شي ساعه، تقعد انت والمرض تعمل لك فنجان قهوه تتسلى انت وياها. وانا كنت قاعد بك الايام ها، قلت لي هلا هذا طلع ينام الله لائمه، والله العظيم قلت لي هيك عرجله تحركت فيه. هلا في حكي عايبها ما بقى بدي اكمل لك، قال لي انه كلمه اليوم هذا اللي صار معي. بعد كلمه اليوم لقطه جديده بنشوفها سوا من بعد بريك وبنرجع. Get that puppy. There you go. Jesse, you're sitting on her head. Hey. Are you supposed to be feeding the doggy? What are you doing? Are you teasing him? Poor dog. What a ridiculous dog.